السلام عليكم، انا الدكتور خالد عمارة. هكلمكم النهارده عن تيبس مفصل الكتف او فروزن شولدر او المفصل المتجمد. ده ببساطه بيصيب عاده مرضى السكر. اللي بيحدث ان الاوتار اللي هي بتتحكم في حركه الكتف بيحصل فيها التهاب وتليفات، فيحصل انها تقصر، فمجال الحركه بتاع المفصل يقل وبيصاحبها الم. عاده في الناس دول احسن علاج هو العلاج الطبيعي، ده احسن علاج وبيجيب نتيجة رائعة بشرط ان يبقى فيه نفس طويل، يعني مفيش استعجال في النتيجة. في نسبة ضئيلة دول بنضطر ان احنا نتدخل جراحيا بالمنظار عشان نحسن مجال الحركة، بس النسبة دي ضئيلة جدا. ليه؟ لانها عادة ما اغلب الناس بتتحسن بالعلاج الطبيعي. ثانيا لانها محتاجه واحد احتياجاته عاليه قوي، زي واحد مثلا لعيب تنس، واحد بيشتغل في مكتبه، يعني بيحتاج يرفع ايده فوق لفترات طويله. لكن الاغلبيه بيتحسنوا بالعلاج الطبيعي مع ضبط السكر. شكرا جزيلا.